في بداية الحصة قلنا نمشي نكتشفوا مع بعضنا لكيا غيو 4 جينيراسيون، ما كنت نكتشفوا مي هي صحيحة برشا، بما أنه لكيا غيو سي لو كود كور تاع تونس في 2021، أكثر سيارة مبيعات في السوق التونسية في السنة اللي تعدت. En effet, Kia كملت عام 2021 في المرتبة الأولى في المبيعات في تونس ب 7019 ميماتريكولاسيون. Kia هو الليدر دو مارشي للمرة الثالثة على التوالي في لو سيغمون دي فيكول بارتيكولي والسنة الثانية على التوالي فيما يخص لي فيكول ليجي. البيرفورمانس هذه جات أساسا غراس أن موديل الكيا ريو اللي تباعوا منه في بلادنا 3124 كهربا بالتمام والكمال. بالنسبة للتوانسة احنا نحكيو على أن فري كود كور. بالنسبة للبروبورسيون تاع كهربتنا من برا ما تغيروش، نحافظوا على 4.06 طول، 172 عرض و 145 علو. الكوفر انترنا 325 إيترا من بين لي ريفيرونس في السيجمون. استيتيكمون فماش اون ايفولوسيون انترانسيك، ما تغير شيء في الكهرباء، لكن اللي تغير هما دي زيليمون دو كاروسري اللي يزيدوا برشا في الاغريسيفيتي في الديناميزم، كيما لو بيكي دون كولور ديفيرونت هذا افيك ان اكليراج ليد، عندنا دي زيليمون دو كاروسري، اون فيتر سور تانتي اي دي فو افيك اون تري بيل سيناتور لومينوز كيما نشوفوها 3 فيرغول، اي بيان سور لا نوفيل سيناتور دو كيا اي لو نوفو لوغو اللي نلقاو استامبيي على الكوفر انترنا، ومن لوطا كيما قلنا نفس زيليمون دو كاروسري افيك اون كولور كحله بريونت اللي هي تعطي برشا فالور اجوتي للكهرباء، قيمه مضافه، بوكو داغريسيفيتي افيك دي ريفليكتور كي سون انتوري هنايا افيك la partie de la plaque minéralogique ou bien l'autre, une double sortie d'échappement et l'état y a un aspect sportif de l'Kia Rio. Du profil, on a du chrome à ma petite dose. Mouche barcha, juste une baguette qui accompagne le profil interne. Des vitres arrière surteintées. On a des poignées couleur carrosserie. Lekin m'lota, on a un bas de caisse très travaillé. Fama une partie couleur caisse, fama une partie kahla. Le même noir, il a fait le rétroviseur interne avec des clignotants intégrés et de très belles jantes bicolores, 17 pouces, deux teintes de gris sur cette Kia Rio. من ابرز نقاط القوه تاع الكيا ريو لافاس افون، تفاصيل تعطي قيمه مضافه كبيره كيما الفورما تاع الباربريز من الفوق، الخدمه اللي على الكابو، كيف كيف لي لومينير دي لومينير تري اغريسيف افيك اون سيناتور اون ليد اون او، نلقاو لو نوفو لوغو كيا، لا كالندر افيك لو برينسيپ نلقاو في الكيا الكل اللي هو تايجر نوز، لكن هوني اكسونتوي اكثر لوزاج تاع البيانو بلاك، معانيش دو كروم تري صوبر، اي لا سيناتور لومينوز افيك لي 4 ليد اللي هي سبيسيفيك للا فينيسيون جي تي لاين، لوطاني تاع الكهرباء مخدوم برشا افيك ان باد كيس تري اغريسيف. في وسط الكهرباء أول حاجة نلقاوها هي الهوية، ليدونتيتي تاع كيا اللي موجودة، موجودة أترافيغ لي ماتيريو، أترافيغ لي زيليمون، وأترافيغ لاركتيكتور الكل تاع لابيتاكل، لا كاليتي زادة الجودة اللي مش متعودين عليها في السيجمون هذايا تاع لي سيتادين، طلعنا أون غام أو نيفو دو لا كيا ريو خاصة أفيك سيت فينيسيون جي تي لاين، جي تي لاين نلقاو لو لوغو جوستومون على الفولون تاعنا، أن فولون كي تري بيان كونسو، أن فولون أون كوير أفيك du cuir perforé, du cuir lisse et avec les différentes fonctionnalités et bien évidemment le nouveau logo tal Kia qui est maujoud hana. Nous avons aussi une évolution au niveau des matériaux. Fama honi une partie avec un aspect il a cadre le carbone, ce n'est pas du carbone, mais il y a une a un très bel effet la partie piano black ou zeda kif de l'aluminium brossé. Un écran, je dis, de 8 pouces avec une nouvelle interface. Honi, tu as une qualité, tu as un fonctionnement compatible Apple CarPlay et Android Auto. Les sièges internes, très confortables, tissu, simili-cuir, où il y a un très bel effet qui correspond au rouge dynamique. Tu as le carabal col, le siège conducteur réglable en hauteur et en profondeur.
بالنسبة للسنساسيون والسوقان تحت الكابو نلقاو موتور 1 لتر 2 4 سيلاندر 121 نيوتن متر دو كوبل 84 زيلة نحكيو على 5 شوفو فيسكو سرعة قصوى تقريبا 173 كيلومتر في الساعة وكي نحكيو على 0 100 أكثر شوية من 13 ثانية. بالنسبة للكونسوماسيون تاعنا نلقاو معدل 5.4 لترات في 100 كيلومتر في الساعة وعندنا اون بوات دو فيتيس مانيوال ا 5 رابور. خدمة كبيرة من كيا على مستوى لا سيكوريتي باسيف اي اكتيف عنا لابيس لي زيرباغ فرونتو عنا لونتي باتيناج اي لونتي ديماراج الكترونيك في كهربتنا زاد نعاولوا على ديتيكتور دوبستاكل افون اي اريير ريغولاتور دو فيتيس وعنا زاد اون تري بون كاميرا دو ركول. En termes de sensation, on a une direction très précise, un châssis Montez ou Trasas d'un Caraba, elle n'appartient pas à la catégorie des citadines, mais à la catégorie des berlines compactes, en tout cas, RCS, le Cobblefust, l'habitacle ou Z, hatta fait le comportement routier. كيفما كلمة توصف لكيا ريو جي تي لاين هي لو كونفور كهربا مرتاحة برشا سهلة في الاستعمال ليكيبمون متوفر وفي نفس الوقت تجاوب او نيفو دو لا موتوريزاسيون ان تري بون كومبرومي بالنسبة للموجود على السوق اي سورتو زادا دو رابور كاليتي بري. كان هذا الرسالة على كيا ريو جي تي لاين أبخي أن فيس ليفت اليوم كيا ريو تحافظ على كل الحظوظ لزارجومون باش تبقى في أعلى المراتب تاع المبيعات كما كانت بسلاغ في 2021 أعطات نفسها تو لزارجومون سور لو بلان تكنولوجيك سور لو بلان استيتيك زادة باش تواصل المسيرة الناجحة نتاعها.